السيد أحمد يسأل عن حكم الاختلاط في المدارس والجامعات وباصات النقل. إذا كان الاختلاط بمعنى التقارب والمس وكان فيه الكلام في الريبة ونحو ذلك فهذا محرم، وهو داخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الدخول على النساء. وإذا كان المقصود أن يجمع الرجال والنساء سقف واحد فيكون النساء لهن مكان خاص بهن والرجال لهم مكان خاص بهم فهذا لا حرج فيه. وإذا ما كان هناك يعني وضع أو حالة مهيئة مجبر ربما يعني يمس النساء الأجنبيات لا، يعني ممكن يكون في ضغط في الباص مثلا يبتعد عن النساء ولا يقترب منهن، وإذا اقتربت منه هي من خلف فتكون هي الآثمة وهو قد نشأ. جميل.